قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه مساء أمس بزيارة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة تونس. هذا وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة. وقد حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.